أحمد ماهر الصحفي من عدن ربما يوضح بعض هذه الصورة، وهو الصحفي الذي لطالما عايش هذه القصص وفحصها أكثر. أهلا وسهلا بك أحمد ماهر. مساء الخير عليك أستاذ وعلى كافة مشاهدين القناة، حياكم الله. ما الذي يجري في عدن؟ كيف ينظر للظهور الإعلامي المتكرر لرئيس المجلس الانتقالي في عدن باسم الرئيس ومع كل تلك القرارات؟ بالنسبة لقرارات إدروس الزبيدي فهي غير قانونية ولا تمت صلاح بالواقع وليس لديها أي شرعية قانونية، ولكن إنما هي من ضمن ترتيب قواته الغير رسمية إلى حد الآن إلى سبيل تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض الذي يقضي بضم كل القوات إلى وزارتي الدفاع والداخلية. بالنسبة للقرارات التي اتخذت أخيرا في المجلس الانتقالي هي لا تتبع الدولة والدولة غير معترفة بها، ولسنا مهتمين بهذه القرارات أنها غير شرعية، ولكن هي تزيد من حدة ترتيب أوضاع القوات حسب مخرجات اتفاق الرياض. كان لابد لقوات المجلس الانتقالي أن تندمج ضمن قوات وزارة الدفاع والداخلية، والبعض يقول أن هذه القرارات تأتي ضمن ترتيب هذه القوات، ولكن إلى حد الآن لم نرى أي توقف بالمجلس الانتقالي لتنفيذ مخرجات اتفاق الرياض، فلم يستطيع اللواء الأول حماية رئاسية والذي هو أول بند من بنود اتفاق الرياض يقضي بدخوله إلى العاصمة المؤقتة عدن، ولكن لم يستطيع دخول اللواء، ولم تعود الحكومة للاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة أعمالها بكل أريحية، ولكن نرى أن أحمد ماهر سأتساءل عن القرار الأخير بشأن تبعية هذه القوات لوزارتي الداخلية والدفاع. أي وزارتي داخلية ودفاع يقصد الزبيدي؟ وهل هو المخول بضم هذه القوات لهذه الوزارات؟ وما هي حكاية المعسكرات التي تنتشر في عدن وفي جبل حديد؟ هنالك العديد من القوات أو قوة كبيرة لتتبع عيدروس الزبيدي مباشرة، ما مصيرها مقابل مصير تلك القوات الأخرى التي استهدفها بالقرار؟ بالنسبة للقرار الأخير الذي صدر بترتيب القوات مثل ما نص القرار بضمها لوزارة الدفاع والداخلية، هو لا يوجد أي وزارة دفاع ولا داخلية إلا وزارة الدفاع اليمنية ووزارة الداخلية اليمنية، ولكن أيدروس الزبيدي أو المجلس الانتقالي دائما ما يلعب على عاطفة أبناء الجنوب ويوهمهم أن هذه القرارات ضمن سياق وزارة الدفاع الجنوبية، وهذا لا يوجد لنا، لا يوجد وزارة دفاع جنوبية ولا يوجد دولة جنوبية، يوجد دولة يمنية اتحادية من ضمنها وقع المجلس الانتقالي على اتفاق الرياض كي يدخل شريكا في هذه الدولة. وبالنسبة للقرارات الأخيرة هي مثل ما قيل من بعض الإعلاميين المقربين من مجلس الانتقالي وحسب ما نشر من بعض المقربين منه أنه من ضمن مخرجات اتفاق الرياض، ولكن لا نرى ذلك لأنه لم نرى أي تقدم في اتفاق الرياض على أرض الواقع. كيف هو الحدث في عدن؟ كيف هي الحال في عدن؟ ما مصير هذه القوات وقد اشتبكت في الشيخ عثمان كما علمنا؟ كيف يمكن أن يصار إلى مستوى من الاستقرار والأمن في عدن في ظل هذه الأجواء؟ طبعا هذه القوات مصيرها أن تنخرط ضمن وزارة الدفاع والداخلية، ولكن هذه القوات لن تنخرط الشرعية الحكومية الدولة. نعم الشرعية الحكومية وزارة الدفاع طبعا طبعا. نعم. طبعا هذه القوات لابد لها أن تنخرط ضمن وزارتي الدفاع والداخلية التابعة للحكومة الشرعية، ولكن لن يتم الانخراط إلا إذا تم تنفيذ اتفاق الرياض حسب الخطوات المباشرة فيه، ونبدأ في أول خطوة الذي هي عودة الحكومة بكافة طواقمها إلى العاصمة المؤقتة عدن ودخول اللواء الأول حماية رئاسية. بالنسبة للقوات فهي بنيت على عادت وخرجت، عادت الحكومة وخرجت، وقال وزير الخارجية بأنها تحديات أمنية تعصف بهذه المدينة أدت لخروج الحكومة مجددا من المدينة. طبعا لا يمكن للحكومة أن تعود
لا يمكن للحكومة أن تستقر في العاصمة المؤقتة عدن، لأن لا يوجد لديها أي لواء عسكري تابع لها، لا يوجد لديها أي حماية رسمية تابعة لها. الحكومة كانت هي من يحميها المجلس الانتقالي، فمن الطبيعي أن المجلس الانتقالي من يحمي الحكومة أن يحاول استفزازها ويحرض ضدها ويحاول زعزعة الأمن في عدن حتى تغادر، ويبقى فقط الوزراء التابع للمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن. كنا نتمنى للحكومة أن ترفض العودة إلى عدن إلا بعد دخول اللواء الأول حماية رئاسية، ليكون سدا منيعا يحميها من أي توتر عسكري أو من أي هجوم مسلح على قصر الرئاسة في معاشيق. ولكن مع الأسف الحكومة عادت في المرة السابقة بدون عودة اللواء الأول، بدون عودة أي قوة عسكرية تابعة لها العاصمة المؤقتة عدن، وما حصل هو أمر طبيعي جدا، لأن الحكومة الذي لا يوجد لديها جيش يحميها فلا بالعود تستقر في مكان. أحمد ماهر، بالعود إلى طبيعة هذه القوات وتوزيعها الجغرافي المناطقي ما بين يافع والضالع وهذه الأحداث التي تتكرر منذ عشرات السنين، أين أبناء عدن؟ أين أبناء المناطق الأخرى؟ المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، من هذه الحكاية كلها. بالنسبة للبناء القوات الذي حصلت في المناطق المحررة من عدن وأبين والضالع، هي طبعا بنيت على إطار مناطقي عنصري، تم استهداف هذه المناطق بتشكيلات عسكرية خارج نطاق الحكومة الشرعية ووزارتي الدفاع والداخلية، وهذا أثر سلبا على عمل الحكومة وعلى أدائها وعلى كافة تفاصيل عملها. لهذا نقول أن لن تستقر الأوضاع في المحافظات المحررة الجنوبية إلا إذا عادت مؤسسات الدولة الرسمية وانخرطت كافة القوات في هذه الوزارات، حتى يكون هناك متحكم عسكري وأمني وسياسي واحد يستطيع من خلالها إعادة بناء مؤسسات الدولة الرسمية أحمد على ماهر إطار قانوني ودستوري. أحمد ماهر الصحفي من عدن، التساؤل الأخير معك حول الأفق، وهل هنالك أفق لهذا الأمل وهو التحام جميع القوات في إطار القوات الشرعية؟ هل في المنظور ذلك؟ إذا أراد التحالف العربي أن تلتحم هذه القوات سوف تلتحم طبعا، لأن التحالف العربي هو الذي لا زال إلى حد الآن يغذي قوات المجلس الانتقالي، هو من يدفع لهم المرتبات الرسمية ويدفع لهم كافة ميزانياتهم. أطراف في التحالف، أطراف في التحالف العربي، أطراف في التحالف العربي، لكن هي أيضا من ضمن التحالف العربي. إذا أرادت أن تستقر الأوضاع في عدن سوف تستقر، وإذا لم تريد لن تستقر.